ولإلقاء الضوء أكثر على هذا الموضوع المتعلق بالإحاطة التي قدمها ستيفان دي ميستورا إلى أعضاء مجلس الأمن، والتي أطلع فيها المجلس على آخر مستجدات الوضع المتعلق بنزاع الصحراء، ينضم إلينا مباشرة الحقوقي والباحث في قضية الصحراء المغربية نوفل بعمري. سي نوفل، صباح الخير. صباح النور. صباح النور. إذن المبعوث الخاص إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا يقدم إحاطته أمام أنظار أعضاء مجلس الأمن الدولي بخصوص قضية الصحراء المغربية، ويطلع خلالها أعضاء المجلس على نتائج اتصالاته ومشاوراته مع مختلف الأطراف المعنية والفاعلين الدوليين في هذا النزاع الإقليمي المفتعل. برأيكم على ماذا كان التركيز خلال هذه الإحاطة؟ والإحاطة التي قدمها ستيفان دي ميستورا يوم أمس لمجلس الأمن تنفيذا لمضمون قرار 27/03 الصادر في أكتوبر الماضي، والذي ألزم هذا المبعوث بتقديم إحاطة بعد مرور 6 أشهر على صدور القرار لمراقبة مجلس الأمن مدى تقدم العملية السياسية، ثم كذلك في جانب ثاني للاطلاع حول الوضع الأمني على مستوى المنطقة العازلة. الإحاطة التي تم تقديمها يوم أمس كانت بالتالي في شقين، في الشق السياسي مرتبط بالعملية السياسية، ثم في الشق الثاني المرتبط ببعثة من رسو بعمل بعثة من رسو على مستوى المنطقة العازلة على مستوى السياسي. الإحاطة التي تقدم بها ستيفان دي ميستورا حاولت التركيز على كون عدم تقدم العمل السياسي وعدم استطاعته حلحلة الملف هو راجع إلى كون هناك تصلب على مستوى المواقف المعبر عنها من طرف مختلف في الأطراف، هذا على مستوى الجانب السياسي. ثم كذلك ركز على كون ستيفان دي ميستورا يحظى بدعم دولي من أجل أن يتقدم في العملية السياسية ومن أجل أن يتقدم في هذا الملف لحلحلته ولإخراجه من حالة الجمود الموجودة عليها. الملاحظة هنا هو كون ستيفان دي ميستورا عندما يتحدث في إحاطته على كون هناك تصلب على مستوى المواقف المعبر عنها من مختلف الأطراف، هو في الحقيقة يحاول أن يساوي ما بين الموقف المغربي الذي تم التعبير عنه عند استقباله من طرف وزير الخارجية المغربي، وما بين مختلف المواقف الأخرى، خاصة الموقف الجزائري. الموقف المغربي هو موقف منسجم مع قرارات مجلس الأمن الصادرة في الموضوع منذ سنة 2017 إلى الآن، وهي قرارات أممية تؤكد على كون العملية السياسية لا يمكن أن تكون إلا من خلال حل سياسي متوافق بشأنه يضمن صيغة رابح رابح. قرارات مجلس الأمن خاصة الصادر في أكتوبر الماضي يؤكد على كون المعايير السياسية التي تقدم بها المغرب المتمثلة في مبادرة الحكم الذاتي هي المستجيبة للمعايير الأممية منذ اتفاق وقف إطلاق النار إلى الآن، وبالتالي أعتقد على أنه الموقف المغربي لم يكن في أي تصلب على عكس ما أورده ستيفان دي ميستورا، بالعكس الموقف المغربي كان منسجما مع قرارات مجلس الأمن ومنسجما مع التطور العملية السياسية، خاصة على أنه الموقف المغربي هو نفسه ما تم تضمينه في قرار مجلس الأمن 27/03. طيب أستاذ نوفل، كلاهما معين يؤكدان على كون المباحثات يجب أن تأتي من خلال موائد مستديرة، وهذا ما طيب بالنسبة أستاذ نوفل، بالنسبة للموائد المستديرة أو يعني بالنسبة لإطلاق مسلسل المفاوضات المتوقف منذ 2009 في عهد المبعوث الأممي الأسبق الألماني هورست كورر، هل هناك أمل للعودة إلى طاولة المفاوضات برأيك بمشاركة جميع الأطراف؟ هو فقط الملاحظة بسيطة، وأنه لم تكن هناك أي مفاوضات بقدر ما أنه كانت هناك مباحثات أممية تم يعني إطلاقها على في عهد المبعوث السابق على مستوى جنيف 1 وجنيف 2. هذه المباحثات الأممية اتخذت شكل المائدة المستديرة بأطرافها الأربعة، هذه الأطراف الأربعة فيها طرفين أساسيين حسب المبعوث الأممي السابق وحسب قرارات صادرة عن مجلس الأمن
من انطلاق هذه المباحثات اللي هو الدولة الجزائرية والدولة المغربية على اعتبار أنهما هما ذوي المصلحة في هذا الملف بشكل مباشر. المغرب كطرف أساسي باعتباره صاحب الأرض وصاحب المشروعية والشرعية، النظام الجزائري والدولة الجزائرية باعتبارها هي التي تسببت في افتعال هذه الأزمة وهي التي تعرقل الوصول لحل سياسي. المسألة الثانية هو أنه مباحثة جنيف خاصة جنيف جوج كانت قد انتهت آنذاك إلى كون يجب انتقال إلى الشوط الثالث من هذه المباحثات مع تدقيق جدول الأعمال. نعم. ويخرجوا من النقاش الفضفاض الفضفاض ويمشوا في تدقيق جدول الأعمال. تدقيق جدول الأعمال بمعنى أنه كان هناك سيتم تحول على مستوى مسار هذه المباحثات لطرح مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها هي الأرضية المتبناة من طرف مجلس الأمن كأرضية للنقاش. هنا عملت الدولة الجزائرية على إيقاف هذا المسلسل وعلى رفض استمرار في مسلسل العملية السياسية، وهو نفسه تم تعبيره عنه من طرف الدولة الجزائرية للسفن بمصور مؤخرا عندما أكدوا على كون صيغة المباحثات بالصيغة الأممية السابقة جنيف واحد وجنيف جوج النظام الجزائري والدولة الجزائرية يرفضان استمرار في عملية سياسية وفقا لتلك المباحثات وفقا لتلك الصيغة وهي صيغة أممية ليست صيغة مغربية. أستاذ نوفل، يعني المغرب حدد لديمستورا الشروط التي يمكنه التحرك من خلالها وهي ضمن اللاءات الثلاث، ونذكر بأنها لا وجود لعملية سياسية خارج إطار الموائد المستديرة وبمشاركة كاملة من الجزائر، ولا يوجد حل خارج إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي، ولا وجود لعملية سياسية في ظل استمرار انتهاكات ميليشيا البوليساريو. ما هي قراءتكم لهذه الشروط؟ لنبدأ بالنقطة الثالثة، ميليشيات تنظيم جبهة بوليساريو، وهذا هو النقطة التي أغفلها ويريد إغفالها سيفان ديمستورا الأساس. هذا التنظيم الميليشياتي سبق أن أعلن على كونه خارج اتفاق وقف إطلاق النار، خارج العملية السياسية، أعلن الحرب على الأمم المتحدة، يتحرك في على مستوى شق جدار العازل خارج الاتفاق وقف إطلاق النار، يعرقل التحرك بعثة مينرسو بإقرار من بعثة مينرسو نفسها في الإحاطة التي تم تقديمها يوم أمس مساء، يعرقل العمل بعثة مينرسو، يهدد المنطقة وفقا للتقارير الدولية وفقا للتقارير كذلك الصادرة عن بعثة مينرسو. السؤال الذي يجب أن يطرح اليوم على سيفان ديمستورا والذي يجب أن يطرحه سيفان ديمستورا نفسه، هل يمكن أن تكون هناك عملية سياسية مع طرف مع تنظيم ميليشياتي يعرقل العملية السياسية ويقوم بأعمال عدائية وأعلن على كونه خارج اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه ما بين المغرب والأمم المتحدة وما بين تنظيم جبهة بوليساريو والأمم المتحدة؟ وبالتالي هذا السؤال سيفان ديمستورا اليوم يجب أن تكون له الجرأة لكي يجيب عنه. المغرب هو منسجم في عندما رفع لاءاته الثلاث منسجم مع صيغة العملية السياسية. المغرب يبحث ويريد حل سياسي متوافق بشأنه. المغرب يريد حل وفقا لقرار صادر عن مجلس الأمن التي تبنت المعايير السياسية الواضحة لمبادرة الحكم الذاتي. المغرب يريد شركاء حقيقيين ويريد العملية السياسية مبنية على الوضوح ومبنية على قرارات صادرة عن مجلس الأمن. هذه اللاءات التي رفعها المغرب وتم التعبير عنها بوضوح في بلاغ وزارة الخارجية هي مستندة على أمرين. مستندة أولا على خطب جلالة الملك. جلالة الملك في خطب المسيرة الخضراء الأخيرة أكد على كون لا يمكن أن يكون هناك نقاش أممي خارج مبادرة الحكم الذاتي. المسألة الثانية هو مستندة على قرارات مجلس الأمن التي تبنت مبادرة الحكم الذاتي، وبالتالي إذا كان هناك من طرف خارج الشرعية السياسية وإذا كان هناك من طرف يعرقل العملية السياسية وإذا كان هناك من طرف يهدد المسار السياسي فهو طبعا ليس المغرب بل الأطراف الأخرى خاصة الدولة الجزائرية التي تحرك تنظيم جبل بوليساريو من أجل تحقيق أهدافها على مستوى المنطقة. الحقوقي والباحث في قضية الصحراء المغربية نوفل البعمري، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاءات والتوضيحات.